الأذان الثاني، هناك من يزعم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ابتدعه، فهل قولهم صحيح؟ قول باطل هذا. عثمان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، هو الخليفة الثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أليس منهم عثمان؟ نعم نعم، منهم عثمان رضي الله عنه، فسنته وجعله الأذان الثاني هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وإنما جعل الأذان الثاني لمصلحة، لما كثر الناس في المدينة وانشغلوا بالمزارع وفي الأسواق والبيع والشراء، جعل الأذان الأول تنبيها من أجل أن يستعدوا لصلاة الجمعة. نعم.